بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته والى ظهر الذنوب كلها امين. اليوم يا احبائي الاحد الخامس من الخمسين المقدسه، وده الاحد اللي بيسبق عيد الصعود بنعمه ربنا. الخميس الجاي نحتفل بعيد الصعود المجيد، تمام 40 يوم من قيامة رب المجد يسوع المسيح. والحقيقة إن هذا الفصل من الإنجيل، من إنجيل معلمنا يوحنا لصحة 14، ده جزء من الحوار اللي السيد المسيح كان بيتكلمه مع تلاميذه ليلة ألامه. الإصحاحات ديت من إنجيل معلمنا يوحنا، اللي هو السيد المسيح بعد ما أتم الفصح وغسل الأرجل والعشاء الرباني ليلة ألامه، ابتدى يدخل في حوار طويل مع تلاميذه ينبههم لأمور كتير. أول حاجة بيقولها لهم، ودي رسالة اطمئنان لينا كلنا النهاردة، صوت المسيح بيقول لنا لا تضطرب قلوبكم. سيد المسيح عارف ان هم بعد وقت بسيط على طول هيخلص الحوار ده وهيطلع على بستان جثماني وهيتقبض عليه، ويوم الجمعة ندخل في احداث الصليب. فالسيد المسيح عايز قبل هذه الاحداث كلها يقول لهم مهما حصل ما تخافوش، لا تضطرب قلوبكم. خلوا بالكم في علاقتنا بربنا ما يقولناش انا همنع التجارب، ما يقولناش مش هيكون في ضيقات، بل بالعكس ده قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن تكملتها ايه؟ ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. يبقى السيد المسيح ممكن يسمح ان احنا نجتاز في التجارب والضيقات والاتعاب والالام والامراض والضيقات والاضطهادات كل شيء، لكن وهو معانا في وسط كل ده يدينا اطمئنان ويدينا سلام ويقول لنا رغم كل هذه الاحداث لا تضطرب قلوبكم. رسالة مهمة جدا. سيد المسيح عارف هو بعد ساعات قليلة من كلامه ده معاهم هيتقبض عليه ويسيبهم. هما كان المسيح ده مركز حياتهم ومحور علاقاتهم وكل شيء ليهم، بيتبعوه في كل خطوة، هيلاقوه اتقبض عليه واتاخد منهم، وبعدين هيلاقوا واحد من وسطهم بيخونه ويسلمه اللي هو يهوذا، وبعدين يلاقوا واحد تاني منهم اللي هو بطرس اللي كان متقدم في الكلام باستمرار واللي قال له قبل كده أنت هو المسيح ابن الله الحي، يلاقوا أن بطرس بينكره وبيسب ويلعن عليه. فكرة الملكوت هم كانوا فاهمينها مش زي ما المسيح يريدها، يعني كانوا فاكرين الملكوت ان المسيح هيملك على الارض ويكون لي ملكوت ارض زي فكرة اليهود كده عن المسيح المخلص. ما هو التلاميذ كانوا يهود، ففكرتهم ان المسيح هيملك. طب امتى بقى الملك ده يتحقق؟ مستنيين مستنيين مستنيين، هيلاقوا المسيح يتقبض عليه ويهان ويجلد الى اخر كل العذابات اللي تعرض ليها، وبعدين يعلق على الصليب ويموت ويدفن في القبر. امر صعب جدا، فين يا رب يسوع المسيح الملكوت اللي انت كنت بتتكلم عنه؟ عشان كده نلاقي في القصة لما تلمزي عمواس قبله المسيح يقولوا له كنا نظن ان هذا هو المزمع ان يخلص اسرائيل، كنا فاكرين كده، فتهزوا جدا. لكن المسيح عايزهم في وسط كل هذه الامور ما ينسوش الكلمه بتاعته لا تضطرب قلوبكم، انا موجود انا معاكم
حتى وإن مت هقوم من الأموات. فالمسيح كان بيطمنهم قبل الأحداث. إحنا برضو ساعات وإحنا في أزمنة الارتياح وأزمنة الرخاء كده نقول أيوة إحنا مؤمنين بربنا وإحنا نتبع ربنا وإحنا مستعدين لكل شيء، بعدين أول ما نخش في ضيقة أو في ألم أو في تجربة يبتدي إيماننا يضعف ونقول فين ربنا؟ أمال هو سايبنا ليه؟ أمال هو مش حاسس بينا ولا إيه الحكاية؟ هو ليه مش بيتدخل؟ هو ليه مش بيمد إيده؟ لكن لازم وإحنا في لما تجيلنا هذه المشاعر وهذا الضعف نفتكر كلمته لتلاميذه إيه؟ لا تضطرب قلوبكم. خلوا الكلمة دي دايماً ترن في ودننا كده وما ننساهاش أبداً، لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. سر عدم الاضطراب هو الإيمان، هو الثقة في وجود ربنا وفي عمل ربنا وفي إيد ربنا. دايماً لما تجيلنا مشاعر الضعف نفتكر لا تضطرب قلوبكم. من الحاجات الأساسية اللي تخلينا لا نضطرب واللي السيد المسيح اتكلم عنها، هتضطربوا من ايه؟ ايه اللي في العالم ممكن يفقدكم سلامكم؟ عشان كده قال لهم سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. مهما تعرضتوا في الارض لضيقات واتعاب وامراض ومشاكل، بس المهم ما يكونش بسبب الخطية والبعد عن ربنا، نكون مسكين في ايده وتحصل لنا الضيقات والاتعاب دي تبقى حاجة مفرحة قوي. لكن هو بيقول لهم السر الاساسي لعدم الاضطراب ان انا انطلق لأعد لكم مكانا. يبقى سر الاطمئنان بتاعنا وعدم الخوف وعدم الاضطراب ان احنا واثقين ومؤمنين ان لينا مكان في السماء. طب هيحصل لي ايه على الارض؟ يعني مهما حصل بنبقى دايما عينينا على السماء، ناظرين لمكاننا في السماء، ان انطلقت واعددت لكم مكانا فسوف اجي ايضا واخذكم الي لتكونوا انتم حيث اكون انا، وانتم عارفون الى اين اذهب وتعرفون الطريق. ده سر اطمئناننا بقى، نعرفين كويس قوي الطريق اللي احنا ماشيين فيه، وعارفين ان نهايه هذا الطريق هو السماء، وعارفين ان نهايه هذا الطريق هو وجودنا في الملكوت مع المسيح في الحياه الابديه. طب ايه بقى اللي يخلينا نفقد الفرح والاطمئنان؟ ايه اللي يخلينا نضطرب مهما حصل؟ ايه يعني مستعدين لكل شيء نفقد كل شيء لكن نحتفظ بمكاننا في الملكوت؟ انا بقول نحتفظ بمكاننا لان المسيح قال انا ماضي لاعد لكم مكانا، وهو بيكلم كل المؤمنين باسمه اللي هو احنا. يعني المسيح وعدنا ان كل واحد فينا له مكان في السماء. اوعى تشك في لحظة من اللحظات ان ليك مكان. كل واحد ربنا اعد ليه مكان مننا، لكن عليك دور وعليك مسؤولية ان انت تحافظ على هذا المكان ولا تفقده. مكان بتاعك موجود، لكن لو انت بعدت عن ربنا، لو ما عشتش في الحياة المقدسة معاه، لو ما امنتش بيه، لو ما عشتش في تنفيذ وصاياه، هتفقد هذا المكان. كنت في حوار كده امبارح في التليفون مع حد، بعدين بيتكلم يعني عن حد بيخدمه أو كده، فبيقول يخليني عايز افتقد يعني واحد هو بيخدمه أو كده بعيد عن ربنا شوية، فبيقول لي إن هو بيقول
ما هو انا كده كده صعب قوي اروح السما، انت عايز تمنعنا عن الخطيه الفلانيه، ما انا من غيرها بعمل بشتم وبكذب وبحلف، الخطيه دي ما انا بعملها، ما اي خطيه من دول تضيع عليا السما. يعني انا بالنسبه لي الامل في السما ده ضعيف قوي. طبعا فكر، مش فكر الكتاب المقدس، مش فكر المسيح، مش ده الفكر اللي يوصل للسماء ابدا، ده فكر شيطاني عايز يقود الانسان يقول له انت كده كده ضايع، عيش في الخطيه بقى. لا طبعا الكلام ده مش صح. قلت له كلنا تحت الضعف، كلنا تحت الخطيه، مفيش انسان لا يخطئ، لكن في انسان بيجاهد، وفي انسان مستهتر، في انسان بيستنجد وبيطلب معونة ربنا عشان ينجو من الخطية ومن الهلاك الأبدي، وفي إنسان هو بيسعى للخطية. ده مش زي ده. قلت له أيوة بنخطئ، لكن في خطايا سهل التوبة عنها، وفي خطايا بتبقى في حياة الإنسان عاملة زي الإدمان، يبقى مش قادر يتخلص منها. فأنا ما روحش أسلك في كل الخطايا وبعدين أقول إيه، أقول ما أنا كده كده هضيع. لا، كلنا لنا خطايا، بس المسيح رسم لنا طريق للمغفرة، رسم لنا التوبة والاعتراف والتناول من جسده ودمه الأقدسين، طريق عشان ناخد بيه مغفرة الخطية. إن كانت الخطية موجودة فطريق المغفرة موجود، وإمكانية الغفران موجودة. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. فإحنا ولاد ربنا إن وقعنا في ضعف، إن وقعنا في يعني تواني أو تكاسل أو أي شيء، بنقوم تاني وبنكمل مسيرتنا، يبقى حياتنا مع ربنا فيها جهاد. وكل ده لأن إحنا عنينا على السماء، لأن إحنا عندنا إيمان ورجاء إن المسيح جهز لينا مكان في السماء. امال احنا ليه كل يوم وكل وقت نصلي قانون الايمان، نقول وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي؟ ده الرجاء اللي عايشين عليه، احنا منتظرين حياه الدهر الاتي اللي هي السماء. ده الرجاء اللي بيخلينا نجاهد، واللي بيخلي قدامنا هدف مهم احنا نجاهد من اجله، وعايزين ان احنا نوصل له. مفيش شيء ابدا يفقدنا اطمئناننا ويخلينا نضطرب الا بعدنا عن ربنا، والا ان احنا نفقد الصله القويه بيننا وبين ربنا ونبعد عنه. احنا دايما الانسان، اي انسان يخاف من المجهول. احنا مستقبلنا بالنسبه لنا مش مجهول، هو معروف كويس قوي ان لينا مكان في السماء، فده شيء يخلينا نبقى مطمئنين باستمرار، وان احنا ما يبقاش في عندنا اي خوف او اضطراب. لينا رجاء ان لينا ميراث في السماء ما يقدرش حد ابدا ينزعه مننا. طول ما لينا هذا الرجاء هنعيش في اطمئنان، هنعيش في فرح، حتى لو في متاعب، حتى لو في امراض، حتى لو في اوبئه، حتى لو في اي شيء. احنا عينينا مش نظره للحياه هنا على الارض وبس، عننا دايما نظرة لفين؟ نظرة للسماء. ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم، ونستعد روحيا نتطلع عننا للسماء علشان نعيش مناسبة صعود المسيح إلى السماوات. ولما صعد كده المسيح كانوا إيه؟ ناظرين لفوق، وقال لهم إيه؟ الملاك قال لهم ما بالكم تنظرون هكذا، إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي هكذا. فإحنا عنينا للسماء منتظرين مجيئه ليه؟ مجيئه التاني عشان ياخدنا معاه ونحيا معاه في الحياة الأبدية. ربنا يدينا ويديكم ويبارك حياتكم ويكون معاكم. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين. حقيقة نومين.